السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كلشي هو هذاك؟ شوفوا اياس بالعاني كيصدعني، طيار بالعاني كيصدعني باش ما نهضرش معاكم. رمضان مبارك سعيد، دخل عليكم الصحيحه والسلامه ان شاء الله، وباش ما تمنيتو يا ربي. المهم اليوم اول نهار في رمضان، وغادي الايكيه شادين الطريق على ساعتنا بوعدنا ان شاء الله. البنات كما شفتوا في الفيديو اللي فات جات وصلت الصاله، وراكم عارفين قبل ما نصورها لكم كامله قلنا حتى نكملوها داكشي الديكورات وداك التويشيات وداكشي اللي خاص يكون، وقلنا نشارككم معكم هذا النهار كيفاش يدوز. واليوم ان شاء الله غادي نفطروا عند حماتي، يومياتي مع حماتي وما فيش كيقول ماما هذه الكلمه هذه. المهم خليكم معنا، حنا دابا ندخلوا الايكيا ونشوفوا ان شاء الله داكشي اللي خاصنا كامل، وخليكم معنا. ونتمنى تكونوا مدوزين هذا النهار على خير وتكونوا ما حاسينش ب لا صراحه الجو داي زوين داي زوين، واخا كاين شويه سخونيه. المهم بدات الكتينة دابا عاد دخلنا ونشوفو خاطر شنو موجودة هنا. أنا وإياس يلاه جينا من كازا، خدينا شي حوايج للصالة كما قلت لكم، وبقيناها الله يسمح لينا منها، بقيناها مواجدة الفطور وكلشي. هنا كاينة كبيلة البنات مشرملات، تجي تقول لينا باش شنو دارت ليها، باينة فيها بصيلة وتومة، باينة كاين شوية طماطيشة ديال الحب، كتبان لي داكشي حمار. هذا إياس هذا شنو هو؟ هذا هو المعمر. هذا هو اللي كان عقلته البنات واحد رمضان في كورونا قال لنا المعمر طلع. شنو هذا؟ داك الموت الفران. موت الفران مطلع كي داير؟ احنا كنقول لكم هذا الموت الفران راه كانت شاركته معكم خالتي العام اللي فات، وراتو لكم كيفاش كيتصايب. ان شاء الله الى لقينا شنو لقينا شي نهار ضروري توريكم عاوتاني الطريقه. وهذا المطلع على البنات هانتوما عرفتي سخيخان كيشهي، وهذه الحريره الحريره المغربيه وضروري خصها تكون في كل طابله، تميرات وشويه ديال الشباكيه البنات والسفوف. خالتي دارت لنا شويه ديال الكفيته نوريها لكم. المهم هنا كفيته بالفران مع شويه السوسيس ضروري كديرها الدراري كيبغيوها الياس ومجد. هادشي اللي كاين البنات ديال الطويبله ديالنا ديال اليوم ان شاء الله، وباقي ان شاء الله فلوق باقي ما سالاش، وغادي تشوف كيفاش غندوز هاد الليله كامله من السحور من كل شيء. وخليكم معنا. السلام عليكم المتتبعين ديالنا، عام عشركم مبروكه ورمضان كريم، الله يعيدو عليكم بالصحه والسلامه والتوفيق، اللي هنا واللي في الغربه والجيراننا وصحابنا والوليداتي والعباد كاملين يا ربي الحبيب، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وبرزقه بالتيسير. وهانتوما ان شاء الله معنا اليوم الليله اول فطور معنا النهار، بابيكم معنا صباح كامل. باقيين باش كل شيء وانتي مصدقه ما قد زاد قد ما قد زاد فقسي فقسي وليدي بابا يقصود سيد بن ياز زوين. اييه شكون فايقهم؟ انا هما شو تعلمهم؟ انا اللي مشيت للبلاكه بغيت نلبس بيجامتي ما حرقمت وي. فينا هو حقي ديال المسمن، حقي ديال الملوي بالبصله، حقي بالمخامر، حق الشوفه خدامه نشكي لهلا يوريكم، كنشكي عليكم لهلا يوريكم لهلا يوريكم. راني يا بنتي الناس مابقاش كيجيها والله العظيم. علاش بنيتي حرام عليك؟ انا اللي عارفه، انا اللي عارفه وانتم اللي عارفين وهي اللي عارفه، كل ماشي مشكل ماشي مشكل الحمد لله. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كنتمنى تكونوا بخير خير والف خير والف الف الف خير وصحه جيده يا ربي. وباش كنتمناو يدخل علينا هذا الشهر هذا مبارك مسعود، واللي عنده شي هم الله يحيدو عليه، واللي وليداتو بعاد الله يجيبهم ليه، والله يفرحكم بوليداتكم، واللي كتمنى شي امنيه الله يحققها ليها
حيت دابا شحال من واحد غيقول لك دعي معايا. الله يسهل على الجميع، كل شيء يقول لك دعي معايا في هذا الفيديو هذا. المهم بنات نقول لكم واحد القضيه مفاجاه زوينه الحمد لله ليكم لينا حنا كاملين، و كنعاود لكم حرام شي مسلم منها لهلاي، حرام شي مسلم منها كيف ما قالت لكم ماما. اليوم كان عندي كازا مشيت قضيت شي سلعه خاص ندور ندخل المحل، وكما عارفين في الفيديو اللي فات انه صلحت الصاله وكان خاص ندور شويه الديكوراج، وخا هكاك ما لقيتش اللي بغيت تعصب شي شويه ما كداش عليك، وداك الشيء ما صورتش لكم داخل في ايكيا حيت ما لقيت نهائيا حتى شي حاجه يمكن السلعه ما كايناش. ومشينا فطرنا عند غوسي اليوم اول نهار راكم عارفين، وجيت نشرب عند ماما حيت قالت لي واحد الخبر اللي هو زوين بزاف دافع على العمره، وراكم عارفين في الظروف اللي حنا فيها دابا كانوا بزاف ديال العقبات العام كانت لا بالنسبه للدات لا بالنسبه لاجونس ما كاين بزاف ديال الحوايج هاد العام شويه صعيبه كحوايج شفتي حيت نورمالمون قال لك ماشي كيعطيهم شي 100 وزياده ديال البلايص لصحاب الوكالات، هاد العام قال لك عطاوهم 20 ما فاتوش لهم 30 20 حد هذا هو العدد اللي عطاوهم، وبقى داكشي بيلو فاس اللي غيمشي اللي ما غيمشي يرجع قدام رجل الله. داكشي علاش ما باش نقرو ماما باقا ما قدرت لا تقولها لحتى شي واحد حتى اليوم ان شاء الله عاد داكشي تكونفيرما الحمد لله. عاد تكونفيرما الحمد لله. ايوا انا فرحانه وفي نفس الوقت ايوا ماشي طالع لي الدم، ماشي طالع لي الدم غير هو تخلي بلاصتك ويلي بنتي ويلي حرام عليك يا مسخطة بالعكس راه الواحد كيفرح الحج الوالدين. لا لا بنتي لا لا بالعكس باغا نبكي لا ويلي مسؤولة دابا تبكيش لا انا ما غنبكيش فرحانة بالعكس ماشي بالعكس غير تخلي بلاصتك بالعكس انا فرحانة عليك بزاف حيت غادي هذيك الامنيه اللي كنتي دائما كتقوليها كتقولي يا رانيا باغا نمشي للحاج باغا نمشي للعمره باغا نزور داك المقام الحمد لله اي واحد فينا كيتمنى انه يمشي ليه، وعاد كتاب هذا العام سبحان الله هذيك الطويله اللي كتقولها ليا باغا نمشي وعاد كتاب هذا العام الحمد لله. كل حاجه شوفوا كل حاجه كتجيب بالاوان ديالها بالوقت ديالها، شوف لما كتب لكم ربي شي مكاتب تحد ميحيد عليكم، نتمنوا يكتب لنا الله المكاتب الخير صافي هادشي اللي يتمنى شي امنيه قول الله يكتب عليا مكاتب الخير وصافي الحمد لله اللهم لك الحمد. كنت كنقول لها ماما زعما سيري في شي وقيته زعما من غير رمضان، كتقول لي قالت لي ماما لا بنتي راه احسن وقيته انه يمشي الواحد فيها العمره هي رمضان يدوزك 10 ايام يدوزك ايام تما الاخرات ويدوزك. كنقول لها لا زعما قلت لي معنا هذا رمضان حنا مولفينك دائما تكوني معنا، ولكن قالت لك احسن ايام ديال العمره هما الايام ديال رمضان. كيمشيو الناس زعما في الايام الاخرى بحال دابا في شعبان كيمشيو الناس في ديال الميلود الاحتفال ديالك كان اصلا راه كيمرفوع عاد اي مرفوع داك القلم هو هذه شي شنو نقول لكم كتاب الحمد لله، ملي حاجه كتكوني كتسنايها وكبفارغ الصبر وملي كتجيك المفاجاه كتجي كتقولي الحمد لله الفرحه ديالي ما كتوصفش، واخا بغينا نوصف الفرحه ديالي راه الناس راه مجربين اللي ماشيين واللي ما ماشيش الله يفرحو حتى هو، ونتمنى نتلاقاو مع الناس تما كاملين اللي حرام شي مسلم كيف قلت لك في الاول من هذاك المقام، هذاك المقام راه ما كاينش بحالو سبحان الله العظيم. ايوا دابا غنبقاو انا وإلياس وبابا ويانيس ايه مشكون بحالكم دابا ان شاء الله الكتاب غادي يجي ياسين ياسين حنا كاملين الى كتاب يونسكم ان شاء الله يجي وتسنى ماما عاوتاني من تجي من ورا العواش غيجي ان شاء الله حتى وسط رمضان ان شاء الله. المهم الله يديك على خير امين، وزعما والله الا راه فرحانه عليك والله العظيم زعما شي حاجه زوينه هذه اول مره ماما تسافر بلا بابا ولا بينا اول مره تخيلوا انا كاينه شويه الخلعه عليها ولكن راه داك البلاصه ربي يعيط ومن غير داكشي ديك البلاصه راه ربي كيحفظ وحتى حاجه ما كتوصل ليها. صراحه اول مره كنسافر بوحدي انايا بلا الحاج راه شي حاجه سبحان الله من نهار حنا كنخدموا سبحان الله العظيم مجموعين كنجيو مجموعين نسافروا لعند الولد مجموعين اول مره غنخليه، واكثر رمضان هو رمضان ما تيحملش يتحرك من الدار كيبغي بصح كيبغي الدار يبقى في الدار يفطر في الدار كلشي في الدار سبحان الله العظيم. باباك باباك ثم باباك باباك وتهلا في وليدك وان شاء الله
شهري شهيره كيدوز باش معطى الله شويه ديال مره انت عند جوزك مره انت هنايا مع باباك مره خرجوا شويه مره بعد شهيره تيدوز فيت في باش يعني ما تنهليش حاجه ان شاء الله بنتي وتهلا ليا في راسك هذا هو المهم وتهلا ليا في بنيتي دابا راني راه غتبقى مشاركه معاكم ان شاء الله الفيديوهات ديالها وداك الشيء وتهلا ليا فيها سولوا عليها كتبوا لها لي كومونتير زوينين زوينين كومونتير زوينين ونبقاو داعمينها حتى نجي انا ان شاء الله يا ربي وش غنقول لكم إذا بدي نتكلم غرانيا وداك الشيء راكم عارفين قلب الام صعيب والله العظيم راه شي حاجه ما تتعوضش على وليداتها بالاخص على وليداتها وهي شوفي هذه ديده ملي كتكون عندنا ما تقدريش تحيدي حتى صبيع منها وهذه هي الدنيا هذا هو الحمد لله شوفوا المش انا شوف المثل ديالي اللي كان دائما كنقولوا في حياتي كان تنقولوا شوفوا القطه كتهز ولادها سنيناتها بفم سنيناتها وكتمعزها تخبيهم وتغطيهم وهكاك الوالدين والله يجعلها مغفرة الذنوب داكشي اللي كاين هادشي اللي يقول الانسان والله ينفعنا بالزياره والله ينفعنا فرحانه والله ينفعكم تانتوما اللي غاديين تاهو الله ينفعو الزياره واللي كيتمناها الله يجيبها له ان شاء الله شوفي متى تكون كتب راه كتجي فرمشه عين الحاجه وشوف شحال من عام ماما وهي كتقولها وعلى كتابه اليوم والله كنقول على كتابه في رمضان هذا الحمد لله اللهم لك الحمد السهل علينا ودعي معنا ودعي مع المتابعين كاملين تكون في هذاك المطار ضروري اي واحد كيتفرج معايا أي مسلم أي واحد كيتفرج فينا وأي واحد معنا وأي واحد دائما واقف جنبنا في هذه المدة ديال 3 سنين وحنا دابا داخلين في 4 سنين في هذا اليوتيوب الله يسلمك حتى حنا ولينا عائلة وحدة الله العظيم عرفتي أنا هذه السيمانة جات عند واحد السيدة من بلجيكا تحية لها زعما صراحة اللي شافت هذا الفيديو جات عندي عرفتي بعد أنا فاش دخلت قالت لي قال لها الحاج ها هي أمر وسلم عليه وقالت لي شوفي انت يا دابا ما كتعرفينيش ولكن انا كنعرفك مزيان كنحس براسي بحال شي اختي وشي حاجه قريبه ليا كنحس هكا والله العظيم والله العظيم زعما واحد الاحساس زوين عرفتي دخلت فوقيتها ويقول لي ويقول لها بابا رانيا عرفتي كتسلم عليا مسكين وتعلق نقول ما شو شحال داك الناس كيف ماشي غير هي ماشي كيبغي بواحد الطريقه اللي بحال خو ولا اختو ولا شي واحد من العائله اللي قريب ليه بزاف وكيشوفو دائما وعزيز عليه والله العظيم كتحس بانك كيعنقك من القلب من القلب من القلب من القلب والله العظيم زعما واحد الاحساس واحد الاحساس تقول واش هادشي بصح معزه كلها ولكن صراحه كنحس بهذيك التعنيقه اللي كيعنقني اي وحده كتلاقى بيا تحيه ليها وكتعنقني وكتبوس لي خالتي ولا هذا زعما كنحس بديك الاحساس ديال شوف مراي انا نقول لكم واحد القضيه يمكن دي اول مره نقولها في اليوتيوب ماما صراحه كيجيو ايام لا انا لا هي كنقدروش نصوروا ماشي ما كيبقى كل واحد عيان الضغوط ديال الخدمه الضغوط ديال الصحه ديالك كيكون عندك التزامات كيكون ولدي انا مثلا بعد ما كنلقاش الوقت كنكون مديه معاه ولكن الحاجه اللي مخليانا انه حنا مستمرين وكنصوروا هاد الفيديوهات كنقولوا ما يمكنش الناس كاملين كيبغيوك كيجي ما بين الليل والنهار وتفضوا ما تبقاش تحط الفيديوهات ما نبقاش عارف على حتى شي حاجه كيجي واحد الايام انك كتبغي تاخذ واحد الاستراحه اللي هي طويله من السوشيال ميديا ولكن كنبقى نقول راه ما يمكنش الناس اللي كيسلموا عليك في الزنقات شنو جيش نهار وتقول لهم انا غنحبس غنرتاح ما يمكنش شنو مادام مولفه كيشوفك ومولف ديما تحط ليه فيديوهات وتشارك معاهم وكيبقى يقلب عليك وكيقلبوا عليك وكاين ماما عندها دي كونتاكت ديال صحاباتها اللي من اليوتيوب تعرف من اليوتيوب فينكم وهادي شنو واقع واللي خبرنا غير 3 ايام 4 ايام ما هضرتش معاهم كيتخلعوا على ماما والله العظيم صراحه تحيه الناس كاملين تحيه الناس كاملين وسمحوا لي الناس اللي ما الى ما اتصلش بالناس اللي عندي في الواتساب يسمحوا لي بزاف لان جا هادشي على غفله كنت كنتمنى وقسم بالله حتى العائله دابا باقي باقي ما خبرهمش حيت راه ما يمكنش هذاك الشيء شحال من مره كيتاخر اليوم غدا الباسبورات هذا حيت انا ماما ما وقتاش الباسبور ديالها عيطوا ليها على الباسبورات اليوم وغدا ان شاء الله غادي تمشي تاخذهم داك الشيء قلت لها ماما خاصك ضروري تقوليها ان شاء الله وتجمعينا حنا كاملين غنجمع وليداتي ان شاء الله نفطروا بعدايا بنا ان شاء الله غدا ان شاء الله غادي نجي نفطر معاهم حنا كاملين انا وبياس
ويا النوسة يجي حماد تجاوب أسماء وليدات صوتها إن شاء الله. قالت لي ماما ضروري نجمعوا حنا كاملين، قالت لي نفطروا قالت لي راكم عارفين. شوفوا وليداتي راه ما كاين ما أحسن من هذيك اللمة اللي تشوفوا وليداتك مجموعين وجالسين بعضياتهم تيضحكوا بعضياتهم. لا حرم شي عائله من هذيك اللمه، ما خلي من اللمه. انا كنقولها نعاودها، ما كاين احسن من ديك اللمه اللي كتخلي الام ولا الاب ولا الوالدين اون جينيرال عندهم داك. والحمد لله والحمد لله. انا كنشوف وليدي يعني سكت قبيله ماما كتضحك معاك كدير لي الطح، نقول لها قالت لي ندير كتب انت الطح ونديرها ليه، واللي قلت لها ديرها لي انا. ايوا الله يخليكم وليداتكم، الله يصلحهم ليكم، الله يعطيكم الويت ويا ربي في رمضان. انا كنوصي ماما تدعي معكم ان شاء الله في هذاك المقام، والله يعطيك اي واحد من في رمضان ان شاء الله. امنية اللي بغاها الله يحققها لي، هادشي اللي معاها ان شاء الله. نمشيو سالمين ونجيو سالمين يا ربي في هذاك المقام ان شاء الله. مره غادي نطمن لكم عليها بحال المنقطع صغير ان شاء الله ضروري. الى قدات الى قدينا على حسب الجو، راكم عارفين اول مره. والله اي واحد كيتمنى يمشي لذاك المقام يا ربي يكتبها عليه، وراه نهار كيكتبها راه حتى واحد ما كيقول لك والو. والعقبه اللي نتاعها ان شاء الله، ان شاء الله تكبر الوليد شي كبرياني شويه وان شاء الله حتى حنا علاش نمشيو كاملين نمشيو ان شاء الله. هذا الفيديو هنا يا الله يسهل على الجميع، راسكم وتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش لي لايك رانيا تدعم ليها تهلاو فيها. رمضان ان شاء الله يدوز عليكم بخير وبصحه وسلامه. باي باي، تهلاو عليكم.